رحنا مول سان برينو، وطبعا من اسمه انه هو فيل سان برينو. مول سان برينو من المولات الكبيرة، من ثالث مول تقريبا على مستوى كندا كلها. هندخل بس دلوقتي في محل اسمه لورا. لورا مميز قوي انه محل شوكولاتة، ولما بقول شوكولاتة يعني زي ما انتم شايفين كل حاجة ممكن نعملها في الشوكولاتة هو المحل، يعني شوكولاتة نوار، شوكولاتة بيضة، شوكولاتة بندق، شوكولاتة بأي نوع مكسرات، شوكولاتة زي بودغي كده عليها كاكاو متغلفة في شكل هدايا مش في شكل هدايا. هلف حتة حتة المحل وهنتفرج مع بعض. انا اخدت الاذن من البنت اللي واقفة، ونشكر ربنا ان اللي عجبني ان كان محل فاضي ساعتها، فانا ما ضايقتش حد خالص، استأذنت من البنت. وبمناسبة وقوف البنت دي عايزة اقول لكم، هتشوفوها دلوقتي يمكن في الكاميرا مرة او اتنين، انا قلت لها يعني هي اللي عدت من قدام الكاميرا، ما كانش قصدي. هنا دي فكرة عن الاسعار، من المحلات ومن الاماكن اللي ممكن الواحد وهو لسه جاي يشتغل فيها، لان زي ما احنا عارفين ان اول ما بنيجي كندا بينطلب مننا خبرة كندية. فلما بتقولنا اهي البنت عدت صغيرة، فهي زي طالبة، ففي محلات كده بتقبل الشغل للطلبة، للناس اللي لسه جاية جديد ما عندهاش خبرة. لان لما بيقول لك انا عايز خبرة كندية، دايما الناس يعني بتبقى متضايقة وبتقول يعني انا لسه جاي وانت بتطلب مني خبرة كندية، يعني انت بتعجزني. لا، هو مش بيعجزك، هو لما بيقول لك خبرة كندية اشتغل اي حاجة في كندا، لان فعلا سيستم الشغل، ولازم مخ الواحد بيعمل سويتش. يعني انا جاي من بلدي بنفكر بطريقه، مفهومنا عن الشغل بطريقه. انا سايباكم تتفرجوا براحتكم خالص وبدردش في حاجه تانية، لان انا يعني مصوره كل حاجه واضحه والاسعار واضحه كمان. إيه عاملين امبلاش حلو قوي كمان، ويوميها بمناسبه عيد الاب على فكره. بس فبقول لكم ان لما بتبقى لسه جاي بتفكر بطريقه وبتشتغل بطريقه وبتدي للشغل بطريقه، واللي المفروض يحصل بتبقى حاجه تانية. ففعلا عن تجربه بيبقى بيتعمل للمخ سويتش. فلما بتقول مثلا انا كنت مثلا شغال اي حاجه، مثلا كنت محاسب، كنت مهندس، كنت مدرس، انا عايز اشتغل في نفس الدومين. حلو، ما انت عشان تشتغل في نفس الدومين لازم هتذاكر حتة صغيرة، دي اكيد. مش هقول دكتور بقى هتذاكر كتير، لكن هتذاكر حتة صغيرة. وعقبال ما تذاكر الحتة الصغيرة دي، حلو انك انت تشتغل اي حاجة. في محلات زي دي بيبقى الشغل فيها سام سيرفيس على كليانتيل، بيدي لك خبرة كمان في اكتساب اللغة، لانك مهما كنت بتبقى عارف اللغة، انك تسمع الاكسنت بتاعتهم وتسمع هما بيقولوا ازاي فتفهم اللي بيتقال، بتنظف ودانك فعلا، بتقدر تسمع تفسر الكلام بيقول ايه. لان في ناس بتبقى عارفة اللغة حلو، ولما بتنزل الشارع وتسمع الناس الاكسنت مختلفة، زي ما انت بتكون جاي من اي بلد واللغة اللي انت بتتكلمها غير لغة اهل الشارع. يعني تعالى نقول لغتنا العربية مثلا، هل لما بتنزل الشارع في مصر هل هما بيتكلموا العربي اللي مكتوب في الكتب؟ لا طبعا. عشان كده الاحتكاك مهم. خبرة كندية يعني احتكاك شغل، احتكاك مع ناس، احتكاك مع زملاء، اعرف يعني ايه وقت الشغل وبشتغله ازاي، باخد البريك بتاعي ازاي، ازاي دي برضو مهمة، باكل ايه وبشرب ايه وبرجع اشتغل ازاي، طريقة الشغل انا لفوا يعني ايه، يعني ايه اركز في حاجة واحدة انا بعملها، لما اخلصها بعمل اللي بعدها عشان الكواليتي بتاعت الانتاج بتاعي تطلع 100% كويسة. بس يعني دي كان الموضوع كده على السريع حبيت اتكلم فيه معاكم. هنا المكان اللي بندفع فيه. عندهم كمان فلورا اسمه ايه جيلاتو، لان انا بحب قوي اهو انا صورت الجزء بتاع الجيلاتو اللي هو بتتغرف بالمعلقه، غير المكنه اللي بتنزل السوفت. فده حاطط فيه بقى طعومات
تجنن. حاط انا بموت في القهوه, فحاطط فيه طعم اسبريسو, حاطط فيه طعم النوازيت برضو بحبه قوي, بالكراميل ساليه اللي هو لسه كان قدام الكاميرا ده, الكراميل ساليه اللي هو ايه ميكس سكري ساليه ده بيدي طعم واو. الجزء اللي على اليمين خالص شويه بلوس للاطفال اللي هو فيه بابا بابا الميكس الكولور الاحمر في اصفر مش عارفه ايه الفخاز فامبواز كل الحاجات دي. الكواليتي بتاعته حلوة قوي, لورا من المحلات القديمة يمكن من 1913 تقريبا هنشوفها دلوقتي مكتوبة برا, انا صورت الباب من برا كمان. الصورة بتاعت الست اللي هي لورا اللي هي اول حد عمل لورا مطبوعة على الشوكولاتاية, هي 1913 لورا من سنة 1913 مطبوعة على الشوكولاتاية اللي بتتحط لك على الجيلاتو بعد ما بيغرف لك الجيلاتو بس. فدي كانت لفة سريعة في لورا, منكم اتفرجتوا عن المحل ومنكم اتكلمنا ودردشنا برضو في النقطة بتاعة الشغل. ياريت نفتح مع بعض كلام, قولولي في الكومنتات كده فكرة الشغل دي ايه رأيكم, موافقين الحد اللي بيجي بيشتغل حاجة بسيطة لغاية ما يمسك شغل في الدمان اللي هو عايزه, وايه البنت واقفة هي صغنونة, في بنات صغيرة خالص يعني من 15 وطالع بيبدأوا يمسكوا شغل في أي محل.